السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملف الكوبي مهم جدا لو حد شغال في فاسيلتي مانجمنت، واحنا شرحناه في كذا فيديو على قناة بيم اربيا. فانت بتيجي هنا سيت اب بروجكت، تبدأ تعمل الاعدادات ديت. طيب لو انا عايز انقل الاعدادات دي لمكان اخر، فبقول له اكسبورت على اساس ان انا هستخدمه في مشروع اخر. يعني بقول له مثلا سيفولي برقم مثلا 3، خلاص هو كده اتصدر. افتح بقى المشروع التاني واقول له امبورت، وابدأ اختار الملف اللي انا عايزه. فبيبدأ يقول لي الاعدادات تبدأ تنقل، هقول له اوكي. فبيقول لي هل انت عايز الامبورت كونتاكت، الناس الاسامي الناس اللي موجودة؟ طب لو هي موجودة تعمل لها ميرش ونتجاهها الدوبليكيت، ولا نلغي اللي موجود نعمل له ريبليس الاعدادات هنعمل لها امبورت، ولا انت عايز بس كونتاكت؟ البرامتر مابنج محتاجها ولا لأ؟ فلما بتظبط الاعداد دي كلها تقول له امبورت، فيبدأ يعدل الاعداد ديت.